من سفر المزامير. يا رب، لم يستكبر قلبي ولا سالت عيناي، ولم أسلك طريق المعالي ولا طريق العجائب مما هو أعلى مني، بل أسكن نفسي وأسكتها مثل مفطوم عند أمه، مثل مفطوم هكذا نفسي علي. ليكن إسرائيل راجيا للرب من الآن وللأبد. كلام الرب. من الرسالة إلى العبرانيين. كان المنظر رهيبا حتى إن موسى قال: أنا مرعوب مرتعد، أما أنتم فقد اقتربتم من جبل صهيون ومدينة الله الحي أورشليم السماوية، ومن ربوات الملائكة في حفلة عيد، من جماعة الأبقار المكتوبة أسماؤهم في السماوات، من إله ديان للخلق أجمعين، ومن أرواح الأبرار الذين بلغوا الكمال، من يسوع وسيط عهد جديد، من دم يرش كلامه أبلغ من كلام دم هابيل. فاحذروا أن تعرضوا عن سماع ذاك الذي يكلمكم، فإذا كان الذين أعرضوا عن الذي أنظرهم في الأرض لم يفلتوا من العقاب، فكم بالأحرى لا نفلت نحن إذا تولينا عن الذي يكلمنا من السماء. إن الذي زعزع صوته الأرض حين ذاك قد وعدنا الآن فقال: أزلزل مرة أخرى لا الأرض وحدها بل السماء أيضا. فالقول مرة أخرى يشير إلى زوال الأشياء المزعزعة لأنها مخلوقة، لتبقى الأشياء التي لا تزعزع. فنحن وقد حصلنا على ملكوت لا يتزعزع، فلنتمسك بهذه النعمة ونعبد بها الله عبادة يرضى عنها بتقوى وورع. فإن إلهنا نار آكلة، لتبقى المحبة الأخوية ثابتة. لا تنسوا الضيافة، فإنها جعلت بعضهم يضيفون الملائكة وهم لا يدرون. من إنجيل القديس يوحنا. وأراد يسوع في الغد أن يذهب إلى الجليل، فلقي فيلبس فقال له: اتبعني. وكان فيلبس من بيت صيدا مدينة أندراوس وبطرس. ولقي فيلبس نسنائيل فقال له: الذي كتب في شأنه موسى في الشريعة وذكره الأنبياء وجدناه، وهو يسوع ابن يوسف من الناصرة. فقال له نسنائيل: أم من الناصرة يمكن أن يخرج شيء صالح؟ فقال له فيلبس: هلما فانظر. ورأى يسوع نسنائيل آتيا نحوه فقال فيه: هو ذا إسرائيلي خالص لا غش فيه. فقال له نسنائيل: من أين تعرفني؟ أجابه يسوع: قبل أن يدعوك فيلبس وأنت تحت التينة رأيتك. أجابه نسنائيل: ربي، أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. أجابه يسوع: ألأني قلت لك إني رأيتك تحت التينة أمنت؟ سترى أعظم من هذا. وقال له: الحق الحق أقول لكم، سترون السماء منفتحة وملائكة الله صاعدين نازلين فوق ابن الإنسان. كلام الرب.